أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة ودين. إن قصص الأنبياء في القرآن لم تنزل لتحكى للأطفال ليناموا، بل أنزلت لكي الكبار ليستيقظوا وليعلموا أنهم ما وجدوا في الحياة إلا لرسالة سامية، وهي أن يكونوا خلفاء الله في الأرض وأن يعمروها كما أراد الله. إن أول أمر للسجود لم يكن طبيعيا كما نعرفه، لكنه كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام طاعة لله سبحانه وتعالى. آدم لم يسجد إلا في الأرض، وكأن الأرض هي مرحلة التقاء أو تفاعل أو تعامل فيزيائي مع الهدف الأسمى لوجود آدم على الأرض، وهو الاستخلاف والتمكين في الأرض. النهاردة هنتكلم بين السجود في الصلاة بين الصحة والدين. يا ترى ايه هي فايدة السجود في الصلاة، وايه هي اخطاء المصلين في التعامل مع السجود، ويا ترى السجود له فايدة على الدورة الدموية للإنسان، ويا ترى في طاقة سلبية في جسم الإنسان بيتخلص منها في حالة السجود. اسمحوا لي النهاردة ألتقي بضيفي الكريم دكتور علاء عبد الحميد، الداعية الإسلامي وأخصائي أمراض القلب والصدر. أهلا بك دكتور علاء. دكتور علاء، حضرتك من الناس القلائل جدا في مصر اللي بيربطوا دايما بين الدين وبين الصحة ويعني الفرائض وعلى صحة الإنسان عموما يعني. فالنهاردة اخترنا موضوع السجود ما بين الصحة والدين. الصلاة لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة لنا، خصوصا السجود، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. معنى كده السجود له مكانة عظيمة جدا. ايه هذه المكانة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، بصراحة أنا استمتعت جدا دكتور بشير بالمقدمة بتاعتك. الله يحفظك. لأن سبحان الله أنا كان لي مجموعة من الحلقات كان تحت عنوان مواقف فارقة في حياة الأنبياء. وسبحان الله سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم الموقف الفارق في حياته صلى الله عليه وسلم هي قضية السجود. بل أقدر أقول لحضرتك أن كل الخليقة والبشرية، يعني قصة الخلق كلها بدايتها بداية قصة الخلق من السجود. ولولا السجود لما كانت هناك قصة. ليه؟ لأن بالسجود وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لأن بالسجود ربنا أمر الملائكة وكان معهم إبليس بالسجود لسيدنا آدم. وطبعا السجود ليس لآدم صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لأمر الله سبحانه. استجابة لأمر الله. لأن سيدنا آدم ليس مخلوقا عاديا، لأن الكائنات خلقها الله جل وعلا، إبليس خلقه بكلمة كن فيكون. أما سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سويته، أسجد إيه؟ لما لم تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ربنا خلق سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني لم يخلقه بكلمة وإنما بيديه، وسواه سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روح. تخيل كده لو ما فيش سجود ما كانش هيبقى فيه قصة للخلق. لأن عملية السجود أول حاجة الله تبارك وتعالى ترتب على عدم سجود إبليس أن علم آدم صلى الله عليه وسلم أن إبليس له عدو، وبتجربة عملية. يبقى دي أول حاجة، يبقى عارف إيه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ عدو. يبقى قصة سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، قصة الخلق كلها البداية الحقيقية فيها هي حكاية عدم السجود لسيدنا آدم. ترتب عليه إن إبليس بقى عدو لإيه؟ لسيدنا آدم، وسيدنا آدم عدو لإبليس. ترتب على ذلك أن إبليس وسوس لسيدنا آدم، لأن هذا عداء، وسوس له فأكل سيدنا آدم من الشجرة، فيعني لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يبقى سيدنا آدم اقترب من الشجرة وأكل من الشجرة بسبب الوسوسة. سبب الوسوسة العداء. ما سبب العداء؟ أن إبليس لم يسجد لسيدنا آدم صلى الله عليه وسلم. طاعة آدم لربنا سبحانه، نعم، وطاعة الملائكة لربنا، وعصيان إبليس لربنا، نعم، سبحانه وتعالى، نعم، تكبر منه، نعم. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، يعني أنت آية السجود في القرآن، فسجد اعتزل الشيطان يبكي. اعتزل الشيطان وإيه؟ يبكي. يقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
السجود ده أستاذ بشير مدرسة كبيرة جدا. يعني أتذكر حديث سيدنا ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، آتيه بحاجاته بوضوئه، يعني كان بيساعد النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. قال: فأتيته بحاجاته ووضوئه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل. أراد أنه هو يعني إيه، كفؤه، يستجيب له، يكفؤه. فقال له: يا ربيعة سل. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الله، أسألك مرافقة أن أكون معك في الجنة. فقال: أو غير ذاك؟ عايز سيدنا الرسول عايز يستوثق أنه مش عايز حاجة تانية غير إيه، غير أنه هو يبقى مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أو غير ذاك يا ربيعة؟ قال: لا. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يا الله، أعني. يبقى أنت يعني السجود يعني أكبر منحة وأكبر نعمة وأكبر هدية، مصاحبة حضرة النبي الأعظم فخر الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أعني على نفسك بكثرة السجود. برضو سيدنا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ثوبان: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يبقى كل سجدة هترافق النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الجنة. كل سجدة هيرفعك ربنا بها إيه؟ درجة. كل سجدة يحط عنك بها إيه؟ بها خطيئة. ممكن حد يسأل يقول لك: طب ما احنا بنصلي طبيعي الفروض بتاعتنا، لكن المقصود بيها النوافل ولا الفروض بس؟ يعني أعني عن نفسي بكثرة السجود. نعم. يا ترى هي النوافل أو الفرائض فقط؟ إما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفرائض إن أنا أطيل السجود. تمام. بإطالة السجود. فاهم إزاي؟ وأعني على نفسك بكثرة السجود أي في النوافل. في النوافل. وقيام الليل. تمام. لان انا برضو انا لما اكون مع الناس في جماعه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتخفيف. امر بالتخفيف. بالتخفيف. لكن انا هصلي لوحدي يبقى استطيع ان انا ايه برحتي. ان انا اطيل ايه، اطيل الصلاه. في وضعيات للسجود بنلاحظ بعض الناس في المساجد بقى في اختلاف في وضعيات السجود وحركات وهم ساجدين، يعني يا ترى ايه الوضعيه الصحيحه بالنسبه للسجود؟ والله في اخطاء كثيره جدا بيقع فيها كثير جدا من الناس بالنسبه للسجود. أول شيء في السجود اللي هو يعني بداية السجود اللي هو الهم للسجود. تمام. تكون من القيام وهتنزل. سنة الحبيب وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنزل بداية على ركبتيك قبل يديك. يعني في بعض الناس ينزل الأول بإيديه قبل إيه؟ قبل ركبتيك. لا، ينزل الأول بركبتيك قبل إيه؟ قبل يديك. يبقى دي إيه؟ ده الهم للسجود. أنا في فيلم على الهواء كده بنشوف فيه برضه بداية السجود. هنا فيديو بيبين لنا ده بيشرح وضعية السجود. نعم. بعض الأخطاء اللي بتحدث من ضمن الأخطاء الهائلة اللي هو يجي يسجد على جبهته على القورة بتاعته وما يسجدش عليه على الأنف. ومن الأخطاء الشائعة أنه هو يسجد على الأنف وما يسجدش عليه على الجبهة. هذا مخالف لسنة وهدي النبي. ده وضع اللي هو الإقعاء اللي هو وضع افتراش الكلب. يعني هذا مقضي على الأرض. نعم، لابد ان ترفع يديك عن ايه، عن الارض. انا بيفرد ايدي على الركبه بتاعتك. ان انت ايه بتضم ايه، تضم ايديك الى ايه، الى جنبيك. هذا برضو وضع خطا. لابد ان ايه تفرج ايه بين يديك في الوضع ده. وضع خطا ممكن يبطل الصلاه اللي هو رفع احدى القدمين على قدم لو استمر السجود كله كده، او رفع الرجلين كلهم عن ايه، عن الارض. تمام. يعني رفع الرجلين كلهم عن الارض ده ممكن يبطل الصلاه. برضو عامل الصوابع على الارض. ده اللي هو بالنسبه للايدين ان هو بيحاطط ايه اصابعه، اطراف اصابعه او القبضه. يعني يقبض كده. لا، المفروض بتفرد ايه، بتفرد ايه اصابعك. تمام. الوضع اللي هو الطيب اللي هو قاله لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو امرت ان اسجد على سبعه اعظم. سبعه اعظم من الراس. يبقى الجبهه كلها. الانف مع القوره كلها. الجبهه كلها. اليدين، الركبتين، الرجلين. تمام. وزي ما احنا شايفين ان اليدين بيكونوا بعاد عن الجنبين ويكونوا مرفوعين. ده وضع ايه التشهد الاخير، وضع السبابه. وفي عندنا وضعين في وضع السبابه، الوضعين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
دي الاوضاع صحيحه بالنسبه للسجود. نعم. برضو الاوضاع الخطا اللي بيرتكبها بعض الناس يعني. نعم. السجود له فايده في الدوره الدمويه للانسان. نعم. يعني انا بلاحظ ان في ناس بتيجي جري جدا والامام ساجد ويسجدوا مره واحده. نعم. ففايده السجود بالنسبه للدوره الدمويه وصحه الانسان يعني. ما شاء الله عليك يا دكتور بشير. يعني سبحان الله ده الامر ده ما حدش عرفه غير دلوقتي يعني لسه قريبا يعني. تمام. لان السجود بيعمل ايه؟ السجود بيبقى مع الجاذبيه الارضيه. الجاذبيه الارضيه. يعني الجاذبيه الارضيه مش ضد الجاذبيه الارضيه، لا مع الجاذبيه الارضيه. يبقى انا لما اجي بسجد بيندفع الدم في شرايين المخ. تمام. يندفع الدم في شرايين ايه؟ المخ. في شرايين المخ. اجي ارفع من السجود الدم بيبدا يرجع من ايه؟ من شرايين ايه؟ المخ. من شرايين المخ. يبقى ده عباره عن تمرين لشرايين المخ. هذا التمرين بيعمل ايه في شرايين المخ؟ يعمل لها مرونه. مرونه، يعني تخيل كده انسان من اول سن 7 سنين لغايه لما وصل 60 سنه بيسجد ويقوم. ربنا تهيئه ان الدم ما يندفعش مره واحده لشرايين المخ، ده بيبقى خطا. عملنا الركوع قبل ايه؟ قبل السجود. قبل السجود. يبقى الركوع بيبقى وضع الجسم فيه مستوي، في اندفاع للدم بس بيبقى ايه؟ قليل. يبقى انا اول ايه؟ دربت الشريان ان انا ادفع فيه جزء من الدم. طبعا. في وضع الركوع. طبعا. بعد كده انزل لوضع السجود، يبقى في تهيئه حصلت بايه؟ بالركوع. يبقى دخول الدم خروج الدم، دخول الدم خروج الدم يعمل مرونه في الشرايين. مرونه في الشرايين يعني ايه؟ يعني ما يحصلش جلطه. يا الله. ما يحصلش ايه؟ جلطه. ما يحصلش نزيف. السجود المفاجئ يعمل جلطه؟ ما يحصلش نزيف. لا اله الا الله. لا الـ انا عايز ايه؟ المرونه في شرايين المخ. المرونه دي تقيق من الجلطات وتقيق من النزيف. الامر ده لم يكتشفوه الا في القرن العشرين، وده معنى حديث النبي ما حدش كان فاهمه، اللي هي اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. دي ما حدش فهمها غير دلوقتي. يعني اذا انا جاي دايما من الناس عشان يلحق الركعه بيجري في المسجد، ده خطأ. بيعمل دوشه وصوت عالي عشان يلحق الركعه دي. المفروض ادخل الاول تكبيره الاحرام الله اكبر، من الله اكبر، وابدا ايه؟ اسجد. لو انا جاي مندفع وجاي بجري ورحت ساجد مره واحده، ده خطر على شرايين المخ. لذلك سيدنا الرسول قال ايه؟ فلا تاتوها وانتم ايه؟ تسعون. لا ممكن ادخل الهم ساجدين. لو انا جاي بجري ورحت ساجد مره واحده، يبقى كاني بدفع انا يعني الدوره الدمويه بتتحرك بسرعه، وراح الدم انضخ مره واحده لشرايين ايه؟ المخ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجاز علمي ما حدش عرفه غير دلوقتي، قال فلا تاتوها وانتم ايه؟ تسعون. ما تجيهاش وانت ايه؟ وانت بتجري. واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه. وبعدين حلها لنا، قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم ايه؟ فاتموا. لكن شوف بقى في صلاه الجمعه اذا نودي للصلاه من ايه؟ من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، لان هروح اقعد. ده الفرق بين الاثنين. هروح ايه؟ هتقعد يعني. هقعد مش هصلي. مش هصلي. فاهم ازاي؟ هدخل اقعد عشان استمع ايه؟ استمع الذكر واستمع ايه؟ الخطبه. مع انه المفروض يحصل عكس. نعم. يعني انا في صلاه الجمعه بمشي واحده واحده، هروح اقعد. نعم. احضر وقتي اصلي، لكن في الصلاه المفروض اجري عشان الحقها. نعم. ده بالعكس مطلوب ان انا اسعى في صلاه الجمعه عشان اروح احضر الخطبه، وامشي وانا رايح الحركه بتاعتي، ولو حققت الصلاه بكملها. نعم. ما لحقتش بأتم الصلاه بتاعتي. نعم. صح. فاسعوا. تمام. عشان كده ربنا ده برضو عشان بيقول لك فضل صلاه الجمعه. تمام. فاسعوا الى ذكر الله وزاروا البيع. ما قالش زاروا الشراء. لا البيع، لان هيبقى في مكسب. يعني حتى لو في بيع مكسب. يعني انت هتشتري دلوقتي. انت هتشتري هتدفع، لكن تمام. هتبيع هتاخد هتربح. يبقى لو كان حتى في بيع، لا وزاروا البيع. وزاروا ايه؟ البيع. وزاروا البيع. فدي حقيقه علميه اللي سبحان الله، ان السجود بيعمل مرونه في شرايين المخ. المرونه دي في شرايين المخ بتجعل الانسان تقي من الجلطات. ليه؟ لان خلاص بقى في ايه؟ بقى الشريان مرن. ليه؟ متعود ان الدم يندفع فيه ويخرج منه، يندفع فيه ويخرج منه سنين طويله على كده. اكنك بتعمل تمرين. لكنك بتعمل ايه؟ تمرين. يعني انت بتمرن الشريان ان انا بدخل جواه الدم بسرعه، وبعدين اخرج منه الدم، بقوم من السجود ادخله، وبعدين بدخل سنه الاول الركوع، وبعد كده ابدا ايه؟ ابدا اسجد. تمام.
الدورة الدموية برضو في السجود حاجة جميلة جدا، ان الدورة الدموية ان الدم بيندفع مع الجاذبية الارضية. يعني انا وانا واقف كده في عندنا الوريد الاجوف العلوي وريد الاجوف السفلي، تجد ان الدم هيرجع للقلب ها عكس الدورة الدموية. تمام. عكس ايه؟ عكس الجاذبية الارضية. لكن مع السجود ارتجاع الدماء الوريدية تحت تأثير الجاذبية ايه؟ الارضية. الدورة الدموية تعمل في ذات الاتجاه الذي تعمل فيه الجاذبية ايه؟ الارضية. وده يخفف العبء عن ايه؟ عن الجسم وعن الشرايين وعن القلب. يا سبحان الله. ليه؟ لان انا وانا ساجد الدم فيها بتلقائية مع الجاذبية، غير وانا واقف. مش كده؟ وانا واقف الدم اللي جاي من الاورده اللي هو شايل الدم اللي هو غير مؤكسد وجاي راجع للقلب جاي من الرجلين، ده هيمشي عكس ايه؟ ده عكس الجاذبيه الارضيه. يبقى لازم يبقى ايه؟ يبقى في ايه؟ في جهد. لكن لما انا ساجد لا، ده بيندفع مع الجاذبيه ايه؟ مع الجاذبيه الارضيه. فما فيش جهد بقى، فبيتدفق بسهوله يعني. دوالي الساقين. تخيل برضو ان السجود وجدوا ان له علاقه كبيره جدا في دوالي الساقين. الدوالي الدوالي هي عباره عن في ضعف في جدار الاوعيه الدمويه بتاعه الاورده. تمام. تبدا الاورده تتسع وتبدا تتملي بايه؟ بالدم. دي طبعا بتسبب مشاكل كثيره ايه جدا للانسان، يعني شكشكه، الام، مش عارف ايه، ممكن تتجرح، تعمل قرح، ممكن تعمل جلطه في الشريقه في الوريد، يعني ليها مشاكل لان دم ايه واقف ما بيتحركش. سبحان الله وجدوا ان السجود بيعمل ايه بقى؟ بيخفض ضغط الدم على جدران الأوردة. بيخفف ضغط الدم على جدران الأوردة. تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة في مادة اسمها الكولاجين. الكولاجين دي السجود بينشط القدرة البنائية لمادة الكولاجين. تمام. اللي هي بتعمل على تقوية جدران الأوردة. أما تقوي جدران الأوردة يبقى أنا كده حليت مشكلة إيه؟ الدوالي، أو قللت من مشكلة إيه؟ الدوالي. يبقى أول حاجة بقلل الضغط على جدران الأوردة. تاني حاجة بقوي المادة البنائية والقدرات البنائية اللي هي مادة الكولاجين اللي هي بتقوي جدران الأوردة. آخر حاجة في عندنا حاجة اسمها المضخة الوريدية الجانبية. اللي هي الفروع الجانبية دي عشان أبدأ الدم إيه يرجع ما يوقفش فين؟ في الأوردة. السجود بيعمل تنشيط لعمل المضخة الوريدية الجانبية. ما شاء الله. مع حضرتك يبقى دي بالنسبه لدوالي ايه؟ الساقين. يبقى اول بالنسبه المخ بيساعد على مرونه شرايين المخ. دي دم بيندفع ويرجع يندفع ويرجع يندفع ويرجع، يبقى ده يخلي الشريان ايه؟ مرن، اكن بتعمل تمرين. ده يقيق من جلطه المخ ويقيق من نزيف ايه؟ المخ. برضو سبحان الله السجود ده نقدر نقول عليه بقى كده ده الارضي بتاع الانسان. الارضي. الارضي يعني انت جهد الكهربائي. الارضي. تمام. كده يعني انت اي حد بيبني بيت يقول لك لازم يعمل ايه؟ ارضي. يعمل ارضي، يعني يجيب لك مش عارف ملح ويجيب لك مش عارف ايه حاجات كتيره جدا ويقعد يعملها الراجل الكهربائي. ليه؟ عشان لو في اي شحنات زياده تبدا تتسرب لايه؟ للارض. للارض. او السجود بيعمل كده. السجود بيعمل كده، بيفرغ الجسم من الشحنات الزايده بيوديها للارض. وبالذات يا سلام لما يكون السجود على الارض مباشره، مفيش حائل. يعني يبقى في سجاده برضو ايه؟ هتمنع. في حاجز ها؟ فرش او حاجه، لكن لو السجود على الارض مباشره ده بيساعد بيفرغ على طول الطاقه السلبيه. الطاقه السلبيه ودي بتسبب كتير جدا من الامراض. الطاقة السلبية بتعمل ايه؟ في الخلايا نفسها في لغة بين الخلايا بنسميها تخاطب بين الخلايا. تخاطب بين لغة بين الايه؟ الخلايا. الموجات اللي احنا يعني احنا واحنا قاعدين دلوقتي بنتعرض لموجات كهرومغناطيسية، موجات الموبايلات، موجات التلفزيونات، كل الجو مليان بالموجات الكهرومغناطيسية. ده بيعمل ايه؟ ده بيلخبط الخلايا. بيلخبط ايه؟ الخلايا. بيلخبط لغه الخلايا، في لغه في الخلايا، بيفسد عمل الخلايا. بيفسد عمل الخلايا. لا في لغه، يعني ايه اللي بيخلي النبضه تتنقل من خليه لخليه؟ في لغه بين ايه؟ بين خليه وخليه وخليه. التشويش دوت يحصل تشويش يفسد عمل الخلايا. حضرتك بتفكرنا بالكلام ده لما تلاقي حد متضايق جدا
بيتوضى ويصلي يقول لك خلاص صلحت نفسيا. نعم. الطاقه السلبيه راحت من عنده وجاب مكانها طاقه ايجابيه. تمام. ده تفسير العلم اللي حضرتك بتتكلم فيه. اه ده السجود بيزيل الطاقه السلبيه بيحولها طاقه ايجابيه. نعم. زي حضرتك ازاي بقى؟ عن طريق الارضي. طريق الارض بتاعك. هو الارض بتاعك انت بحط جبهتي على الارض، ايديا امرت ان اسجد على سبعه اعظم، ادي الايدين الركبتين الجبهه كلها الانف مع الجبهه لازم كلها الايه الرجلين. اللي حضرتك بتقوله دوت اللي هو ايه، يبقى عنده صداع، عنده ارهاق، عنده تعب، عنده نسيان، عنده شرود ذهني. لا، ممكن في الاخر ده وجدوا ان الطاقه السلبيه دي لو ما بتتفرغش ممكن في الاخر تؤدي ممكن لاورام سرطانيه. يا الله. لان ايه الورم؟ ايه الاورام السرطانيه؟ عباره عن خلل في الخلايا. ايه اللي بيخلي الخليه فجاه كده تتجنن وتبدا ايه تتكاثر بطريقه غير ايه غير موضوعيه؟ يبقى في خلل في الخليه. فبعض النظريات ان الخلل ده ان تراكم الطاقه ايه الطاقه السلبيه. يبقى انا اعمل وصله جبهه بالارض تتنقل الشحنات الموجبه من جسم الانسان الى الارض السالبه الشحنه. الارض سالبه الشحنه. ده فيديو معانا برضو بيوضح كده الطاقه الايجابيه والسلبيه. سبحان الله. يعني ده السلبي وده الايجابي بقى. والشخص الثاني كان شخص سلبي. نعم. شوف بقى هنا اهو السجود مع حضرتك. ده الارضي بتاع الانسان، اكن عملت ارضي بالظبط. بفرغ الشحنات الموجبه في الارض اللي هي بيبقى عندها شحنات ايه سالبه. بتتم عمليه ايه التفريغ. وسبحان الله حتى حاله من الخمول وحاله من الكسل وممكن مفاجئ قلنا الحاجات دي. هيبقى فيها تقلصات في العضلات، تعمل صداع، تعمل التهابات في العنق. يبقى الواحد قاعد في شرود، في نسيان، في زهقان، في ارهاق، في تعب. هي الصراحه عموما تمرين رياضي بيتم للانسان كل يوم. نعم. حضرتك الحلقه اللي فاتت كنا على صلاه الفجر والانسان بيقوم بيحصل له نوع من تنشيط للقلب وينجيه باذن الله تعالى من جلطة الدماغ وجلطة القلب. وفي نفس الوقت الصلاه والسجود بينجي الانسان من امراض ثانيه. حضرتك قلت من شويه السرطان، الطاقه السلبيه. نعم. اللي موجوده في الانسان. نعم. لو سجد. نعم. بيفتت الطاقه السلبيه دي بيحولها للايجابيه. تمام. شوف بقى سبحان الله حاجه غريبه جدا بقى يا دكتور بشير، ان وجدوا ان احسن وضع لتفريغ الطاقه السلبيه وانت جهه الكعبه. يا سبحان الله. جهه ايه؟ الكعبه. لان مركز ايه؟ مركز الكون. مركز الارض. قبله المسلمين. الكعبه اثبتوا ان هي المركز، بمركز الكره الارضيه. مركز الكره ايه؟ مركز اليابسة. ده اساس الارض بتاعنا، تفريغ الطاقه السلبيه كلها ناحيه الكعبه. يعني وجدوا كده ان تفريغ الطاقه السلبيه، يعني انت ممكن تتجه اي اتجاه. لا، لو اتجهت جهه الكعبه تجد ان تفريغ الطاقه السلبيه بيكون ازيد من اي جهه ثانيه. ازيد من اي ايه؟ من اي جهه ثانيه. يا سبحان الله. انا كده المفروض ان كل انسان فينا يظبط حياته على مواعيد الصلاه بتاعته، وفي نفس الوقت اطاله السجود وما يسرعش، ولما يروح يصلي بيروح مش ما يسرعش. وانتم تمشون وعليكم السكينه. تمام. لا تاتوا وانتم تسعون. ما تجيش وانت بتجري. القضيه ما هياش انك تلحق ركعه مع المسجد، مع امام المسجد. نعم. عشان ما تضرش نفسك. عشان ما تضرش نفسك. بيقول لي كده ليه؟ عشان عارف ان انت لو جيت مندفع الدوره الدمويه سريعه ورحت لقيتهم ساجدين رحت ساجد مره واحده، ده خطا على شرايين المخ. خطا الانسان. هو فعلا المفروض فينا كل انسان فينا يراعي النقطه دي، يعني كل احاديث بعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وكل ايه من الايات موجوده لحكمه، لكن الانسان فينا بيعجز ان هو يفهمها دلوقتي. ده هو برضه تقصير من المسلمين في البحث. يعني انا بتضايق جدا لما اقول لك والله ده اكتشفوا بعد 1400 سنه ان مرض معين له علاج وموجود في القران من 1400 سنه. نعم. طب ده عيب في مين؟ نعم. عيب فينا احنا كمسلمين ما بحثناش هذا الامر يعني. فتخيل حضرتك النهارده بتتكلم على المشي والسعي للصلاه. ده مضر للانسان لكن احنا اكتشفناه بعدين. تخيل السجود. مش احنا اكتشفناه. هو اللي يعني في لما اتكلمنا على الدكتور حسام ربنا يكرمه في صلاه الفجر واتكلم، كان مؤتمر هناك في المانيا، وهم الناس هم اللي اكتشفوا ان الوقت بتاع الفجر ده لو اي انسان قام من النوم الساعه 5 اتمشى شويه وشرب شويه ميه ده بينجيه من جلطه ممكن تحصل له الساعه 8 او الساعه 9، جلطه في المخ او جلطه فين؟ في القلب. هو لازم نعرف كلنا ان الصلاه استجابه لامر الله سبحانه وتعالى. نعم. ومصلحتنا احنا الشخصيه بكل نواحيها. نعم. دكتور علاء عبد الحميد داعي الاسلامي اخصائي مرض القلب والصدر، بشكر حضرتك وسعيد جدا بمرور حضرتك. اعزائي المشاهدين، الطاعه لله سبحانه وتعالى استجابه لامر الله وتصديقا لله فيما امرنا.
وتصديقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بتمنى لكم دائما الصحة والسعادة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.